في الوقت الذي لا يزال مبنى محافظة عدن تحت سيطرة الميليشيات، يحاول هادي وزبانيته من محبسه في قصر المعاشيق تسويق الأوهام، فثغر اليمن الباسم خيم عليها الحزن وباتت أسيرة قوى الشر والإجرام داعش والقاعدة. حتى الأمس القريب كانت هنا بيئة أعمال جيدة، وكانت عاصمة اليمن الاقتصادية تزخر بالحركة التجارية والاستثمارية. أما اليوم فثغر اليمن الباسم أصبح حزينا ويزداد حزنا كلما تصاعدت ظاهرة الاغتيالات وتنامت عمليات السلب والنهب التي تتعرض لها المصالح العامة والخاصة، وتزايدت أعمال السطو المسلح على البنوك والمصارف العامة والخاصة. ففي العاصمة الاقتصادية التي لا صوت يعلو فيها فوق صوت الفوضى والميليشيات، باتت شوارع المدينة الحضرية ساحات قتال للمرتزقة وعصابات القاعدة وداعش، وأصبح أهلها وحدهم من يدفعون ثمن الفوضى. فهادي وزبانيته لا تتجاوز حركتهم أروقة قصر المعاشيق، وعلى الرغم من أن فاقد الشيء لا يعطيه، إلا أن هادي يسوق الوهم لأبناء عدن بأن عدن وغيرها من المدن ستنعم بالأمن والاستقرار، متجاهلا أنه لم ينعم بالأمن والاستقرار حتى في محبسه بالمعاشيق. أما أحياء عدن فتعيش تحت رحمة الميليشيا وتفتقد للسكينة العامة، وتعاني من انعدام تام للخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وصرف صحي. فهادي وشرعيته الزائفة ومن ورائه حلفاء الشر والإرهاب جميعهم لم يستطيعوا أن يحموا طالبات جامعات عدن من جبروت داعش، ولا بنكا أهليا ولا رجل أعمال من بطش القاعدة. وكون هادي وزبانيته يفتقدون لأي شرعية، فقد شرعوا نهب البنوك واقتحام المصالح العامة، فبالأمس القريب قتل رجل أعمال في شوارع المنصورة بالهوية، وتعرض بنك اليمن الدولي للسطو المسلح في وضح النهار من قبل القاعدة، وتم نهب 50 مليون ريال من خزينة البنك بقوة السلاح، وتعرض فرع البنك المركزي للإنشاء والتعمير للنهب أيضا. وبما أن ودائع المودعين في البنوك في محافظة عدن أصبحت عرضة للنهب والسطو من قبل الميليشيا، فإن جمعية البنوك اليمنية هددت بإغلاق كافة البنوك في المحافظة للحفاظ على أموال المودعين والعملاء من مدفوعات ورواتب وتعاملات مصرفية. وأشارت الجمعية في بلاغ صادر عنها إلى تعرض عدد من البنوك لأعمال سطو ونهب من قبل الميليشيا. كما تسببت فوضى الشرعية المزعومة باستهداف وتوقف وهروب الاستثمارات المحلية من محافظة عدن، وحولتها من مدينة جاذبة للاستثمارات إلى مدينة طاردة لها، ليس بفعل افتقادها للامتيازات والفرص الجاذبة لرؤوس الأموال، لافتقارها للأمن والاستقرار.